هنا تجري الاستعدادات على قدم وساق في مسرح قاعة الصبان وسط كلية التربية بسيئون لإقامة فعالية تظهر إبداع طلاب كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون، والتي نظمها المجلس الطلابي بالكلية. يشارك فيها أكثر من 20 طالبا وطالبة ضمن حفل إشهار عرض المواهب أو ميدس جوت تالنت. في الشاطئ الذهبي عند المغرب، والناس حولي يطربون بنغمة، وأنا وحيد بينهم لا مطربي، فلتغفري لو تسمحي لي زلتي. طبعا هذه فكرة النشاط طلعت من مجلس الطلابي، يعني هم لأنهم شافوا، خصوصا احنا مع كلية الطب دائما دراسة ومذاكرة، وكل واحد عنده مواهب بس مو قادر يطلعها لأنه ما في وقت اصلا انه يطلع هذه الموهبة، لكن احنا حبينا ان احنا نسخر لهم ويعني نضغط على انفسنا ان احنا نعطيهم ولو جزء بسيط، بحيث انهم يجيبون هذه الموهبة ويستفيدون منها، بحيث انها تخدمهم بعدين مستقبلا يعني وحاليا. يعني كيف تخدمهم في انها تصير لهم كمصدر دخل بسيط، خصوصا ان عندنا في طلاب كثير متعسرين بس ما شاء الله تبارك الله والله فنانين بشكل مبهر. يعني اللهم ان احنا وجهنا دعوات، وقد ما قدرنا ان احنا ننشر دعوات، هذه الدعوات ان يعني الناس اصحاب شركات، الناس لهم مكانتهم الإعلامية وكذا، ليش؟ عشان يكونون زي الدعاية والإعلان لهذا الشخص الموهوب، يشوفونه ممكن شخص مصمم يستعينون فيه بعدين، رسام ممكن، يعني زي كذا. أدم 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 تعال هنا، أتعبر عن شوقك هكذا فتبكي أسفا، ولم تكتفي بل زدت تنادي هل ألاقي منصفا. عدد من المواهب تم عرضها، كان أبرزها الرسم السينمائي والتمثيل المسرحي والتصوير والشعر والنثر وعزف البيانو. تتولى لجنة التحكيم التقييم ووضع الدرجات لكل المشاركين، إضافة إلى تصويت الحضور، حيث سيفوز 3 فقط في أفضل موهبة جرى عرضها، وقد كانت من نصيب النساء، وحصلت فيها الطالبة رفيدة زيد على المركز الأول في موهبة الرسم السينمائي. اكتسبت عن طريق الانترنت من خلال مشاهدة فيديوهات في ذا المجال، والحمد لله أصبحت عندي خبرة في الرسم السينمائي. طبعاً فخر بإني يعني مثلت المستوى الأول، وكنت الحمد لله إحدى الفائزين، وأيضاً ده فخر لي. أيوة إن شاء الله في المستقبل القريب بستخدم ذي الموهبة إنه أتعامل مثلاً مع شركات في الأفلام للرسم السينمائي، لأنه يعني هذه الموهبة يعني نادراً، فبتكون يعني بلاقي إن شاء الله في الأفلام أو شيء. تهدف الفعالية لتمكين الطلاب والطالبات من الفرصة المناسبة لعرض مواهبهم وإبرازها للجمهور، للوصول إلى فرص أفضل في مجالاتهم لعرضها أمام العالم، إضافة إلى نقل رسائل إيجابية من خلال عروض المواهب التي تعكس تنوع إبداع الطلاب. حداد مساعد لبرنامج ديوان بلقيس من مدينة سيئون.